السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بابا حدي هاد النهار بحي مول اسماعيل، وهاد النهار غادي كنحتفل بعيد الميلاد ديالي. دابا عندي 68 سنة، أنا تزاديت فاتح ماي 1946، راني بحي مول اسماعيل طريق فاس مكناس مع هاد الوليدات الزويونين. ها هما هنايا غادي نعقل على الأسماء ديالهم، أنا كنصورهم دايما. هاد الوليد هذا كي سميتو؟ هذا بالهادي. وهذا كي سميتو؟ ها حمزة. ماذا الحر؟ وهذا اللي كي سميتو؟ الله اكبر. وهذا الحيصان العائلي اسماعيلي. وهذا وهذا هاد الوليد. وهاد الوليد هذا كبرتي دغيا تا غير مرحبا انت صغير. ولا ولا وهذا قايد العوده. ها هو. وغادي نجي عند هاد الوليد كي سميت هذا؟ علي. ودير داكشي فوق راك شنو علي داكشي داير؟ وهاد البنيته رابعه. ها ويلي. وهاد البنيته هادي السويوره فردوس. ها فردوس فردوس. وهاديك البنيته ديالنا ها هو حي مولاي اسماعيل. ها هو. وغادي نعطيو هاد الوليد كي سميتك ولدي؟ جزايو. ها توقفنا عند راس كل دري وشوف شنو كيدير. هاكا سي يلاه بارك. ها هما المناظير اللي عندنا هنايا. بسم الله عندك حيد هكذا قلت راه نحكي في يدك. ها هي في باينه هنا. وقفنا على كل واحد دير دوره ولد. غير شويه هكا ولد. غير شويه هكا. غير شويه هكا. شويه هكا. بالله ديالك كي كتجي. يلا جوج جوج عندك تحت ولد. لا ما تخافش. ديني جاي. قولي لا ديك عندك البولوات ولا تعطيك راه برا وخدمي على اليومية. عندك البولوات وخدمي من البولوات. سنة غالي اخوان علي في المورا 10 ولا 20 زيو تنسى هلا اشوف 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 هذا اللي نجمعوا اخوتي كامل ونمشيو في الموطور خاوي.